عايزة بس أولا في 2 مليون تليفون هيدخلوا هيقولوا نفس الحكاية، احنا مدمنين مخدرات وعايزين نتعالج، خدنا الأسامي كلها وإن شاء الله غدا طلع لنا مجموعة كبيرة جديدة. احنا هنحتفل بالناس اللي بتخرج من المصحة في الشهر ده أو اللي جاي إن شاء الله، وهناخد مجموعة جديدة كبيرة لغاية ما نتواصل مع السيد الوزير خالد عبد العزيز ومدام غادة والي ونعمل المشروع ده، خلاص لازم نعمله، لا مفر من ان احنا نعمله. الديلرز يستنونا بكره زي النهارده الصيدليات، وده تنبيه اخير في كل محافظه مصورينك خلاص، يعني احنا ما طلعناش نذيع كده غير لما كنا صورناكم خلاص في كل محافظه معانا. هتاخدوا بالكم بعد كده، مش هتاخدوا بالكم مش هيفرق، هتبيع بعد كده هتتسجن، هتتسجن هتتسجن ومعانا شهود وبقوش مرضى فمش محتاجين لكم. النهارده نزلنا القليوبية ونزلنا بنها ونزلنا كذا حتة ولسه والبقية تأتي، والمرة دي كان من غير وشوشكم عشان ولادكم برضو. وأكتر حاجة تنرفز، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله العظيم، لا إله إلا الله. شفت أنت التقرير اللي فات، الراجل لما فضل يقوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قالت له اليوبان بكم؟ ده أنا بجيبه ب 18 جنيه. قال لها منطقة غير منطقة. وقال لها بيني وبينك ربنا برضه. لا بس كمية لا إله إلا الله لا إله إلا الله، على فكرة هو مش بكده، التدين مش بكده، مش بلا اله الا الله ولا استغفر الله العظيم. شيرين رضا، شيرين رضا مفروض انها في حكم يعني رجال الدين متبرجة، وست بتقول ايه يعني السهر، وست بتقول الجواز فاشل ليه، وهو انتوا لما بتقعدوا في القهاوي الرجالة مع بعض ولا بتقعدوا مع الستات بتقولوا ان الجواز حاجه حلوه؟ في راجل او ست بيتكلموا عن الجواز على انه حاجه حلوه وان هم مبسوطين؟ طب الست بتقول نظام اجتماعي ثبت ان هو مش ناجح. ناس قالت لك دي كده بتقول ان النظام اللي ربنا حاطه غلط، الست ما قالتش كده، احنا اللي مخلينه فاشل. احنا لان احنا مش ماشيين صح، مش ماشيين بموده ورحمه، لا. احنا ماشيين بتحكم وقهر وزهق وملل وخيانة. ست قالت بكره الناس اللي بتجعر وهي بتقول الأذان، ما قالتش بكره صوت الأذان، يعني قصدها ان الأذان ده حاجة مهمة جدا 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 اللي بتدعو الناس للصلاة، فلازم الصوت يبقى بيحب في الحكاية، ان الناس اللي بتطلع تأذن لازم يبقى صوتها جميل احتراما للصلاة، واحتراما ان دي حاجة لما اسمع كده الله اكبر الله اكبر ابقى دي حاجة تبقى قريبة جدا من قلبي. لكن لما اسمع حد لا يصلح جاي كده من اي حتة بصوته وحش جدا 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 جدا، ممكن يخليني انفر اقول ايه ده ايه ده ايه صوت الراجل ده. في انا في جامع لازق في بيتي، ساعات يعملوا كده، ساعات يبقى صوت الراجل اللي بيأذن مش عارف يأذن خالص وصوته لا يصلح، زي بالظبط بتروح تسمع قرآن يقول لك الله احسنت صوتك جميل، لازم يبقى صوتك جميل عشان تحببني في اللي انا بسمعه عشان اعرف اسمعه. نزلت وطلعت الصحف على شيرين رضا ازاي، واللي واقف يقول لا اله الا الله بيبيع مخدرات، مش بالاولان والله، والله الدين ما بالاولان، بالقلب. ممكن تكون شيرين رضا دي انا ما اعرفهاش، بحب شكلها وبحبها، بحب يعني بحب الستايل بتاعها وبحب هدوءها، بحبها انا ما اعرفهاش، لكن الست ما غلطتش خالص واشتغلت عليها المواقع رزع وضرب يا جماعه انتوا كده بتدمروا ناس زي ما عملتوا في شيرين عبد الوهاب كده،
بتدمروا ناس. تقولي لا هم اللي بيدمروا نفسهم، هم ما بيدمروش نفسهم، هم بيتعاملوا بصدق وزي ما هتقولي ايه يعني، لما شيرين قالت بالهارسيا والنيل كانت صح، هي هزرت هزار سخيف ما كانش ينفع يتهزر بيه، لكن انتم موسخين النيل فعلا. يعني ما ينفعش انها تتكلم كده في بلد تانية هزارة سخيفة، لكن ننسى خالص كل اللي عملته قبل كده وأعمالها وحبها لمصر وأغانيها وزعنا لشيرين عبد الوهاب مقطع بتقول عن مصر قصيدة شعر في نفس الحفلة، ما انتشرتش زي الشتيمة. فدلوقتي شيرين رضا برضو كل الناس بتتكلم عنها انها اتكلمت عن صوت الاذان على انه تجاير، لا هي مش بتتكلم عن صوت الاذان على انه تجاير، هي بتقول ان في ناس بتجعر لا تصلح انها تأذن ولا وما ينفعش. ليها حق اللي بيقرا قران او في الاذان او بيرن بيعمل ترانيم في الكنيسه او لازم يبقى صوته حلو، لازم، ده في كل حتة في الدنيا على فكرة. هو بعتين لي على الواتساب بيقولي لي بلال مؤذن الرسول لأنه كان صوته جميل، اختاروه عشان كان صوته جميل. ما ينفعش حد يقول الله أكبر الله، ما حدش، ما ينفعش حد يعمل كده، ست ما غلطتش خالص، انتوا بس بتعلموها تبقى لئيمه، يعني بتعلموها انها يا ما تظهرش في لقاءات، يا اما لما تظهر تبقى بتمثل عليكم وبتديكوا كلام انشا. ليه 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 بتغيروا الناس؟ ست عفويه وبتقول من قلبها، وليه كده وليه وليه اي حد كان يروح ماسكين له السكينه؟ اول ما حد ينجح، شيرين رضا نجحت جدا في وقت قليل جدا ومثلت حاجات كتير جدا كويسه قوي وتطورت تطور غير طبيعي في التمثيل، شفناها ابتدت تظهر وتلمع وطلعت في الاغنيه بتاعت 3 دقات وزي القمر وجميله، ازاي بقى هتنجح؟ معقوله؟ معقوله هتلفت النظر؟ يلا قلم على وشها عشان تتهد وتكره الدنيا كلها، عيب عيب. وجمهوري العزيز لازم تبقوا اذكياء، لما تسمعوا حد بيتكلم اسمعوا قصده ايه، وصدقوني حب الدين وحب الله سبحانه وتعالى في القلب مش في القولان. تجار المخدرات اللي واقفين في الصيدليات قاعدين يقولوا لا إله إلا الله واستغفر الله العظيم وبيني وبينك ربنا، وبيحشروا ربنا في حديث لا يصلح أبدا يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى العظيم الكريم اللي ما ينفعش أبدا أبدا إن احنا نذكره غير في الحاجات اللي تليق بيه. بتوقف بتتعامل مع مدمن مخدرات وجايب سيرة ربنا؟